أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. سماحة الشيخ، هل من منهج السلفي انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم؟ وما هو منهج السلفي في النصيحة للولاة، وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا سئل عن غير مرة، ليس من مذهب السلف تشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة بالمعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة للسلف النصيحة فيما بينه وبينه، أو كتابه إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر من دون ذكر، من دون ذكر الشيء الفاعل، تنكر الزنا، تنكر الخمر، تنكر الربا، من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت الفتنة في زمن عثمان، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على فلان عثمان؟ قال: انكر عليه يعني عند الناس، لا، أنا أدعو له، أنكر عليه وأقول له بيني وبينه، ولا أفتح بشر الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة، استتمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي ومعاوية، حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علني، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قاتلوه. إن شاء الله.